ايه الاخبار؟ طيب، باذن الله النهارده هكلمكم عن افكار المحتوى والانواع اللي انا اقدر انزلها على السوشيال ميديا. طيب، هبدا باول نوع. عندي اول نوع هنا ان انا ممكن انزل كوت. ممكن دي بتبقى زي حاجه كده ملهمه او حاجه فيها تحفيز، بتنزلها الاودينس بتوعك، الجمهور بتاعك بيستفيد منها. ده نوع من انواع المحتوى اللي انت ممكن تستغله عشان تجيب تفاعل وتكبر البيج بالشكل ده. سواء ممكن برضو الكود دي تنزلها على تويتر او تنزلها على فيسبوك. طيب، في نوع تاني من انواع المحتوى اللي انت تقدر تنزله، انك تعمل عروض بوقت معين، يعني عرض مثلا لمدة ساعتين، عرض لمدة يوم. الاوفرز دي انت برضو بتبقى مجدولها في الكونتنت كاليندر بتاعتك وبتبقى حاططها. طيب، في حاجة انا بعملها لما مش بلاقي خلاص فكرة ان انا انزل كونتنت، فبقوم سائل الاودينس بتوعي. بس لما تيجي تسألهم سؤال يكون سهل، تمام، عشان يقدروا يجاوبوا عليه ويبقى فيه تفاعل. طيب، يبقى برضو في حاجة ممكن تعملها من الأفكار، إنك أنت تسألهم سؤال. لو حد بقى بيحضر اللايف يجيب ورقة وقلم يكتب كل حاجة بقولها، عشان دي هتديك فكرة بعد كده للصفحات اللي أنت ماسكها تحط كل الأفكار اللي أنا هقولها دي. طب انا قلت اول حاجه الكوت، اللي هو انك بتحط الاقوال المقصوره، هي بمعنى اصح هي الاقوال المقصوره، انك انت بتعمل حاجه فيها مثلا نصيحه او حاجه فيها تحفيز او حاجه ملهمه، ممكن تكتبها للاودينس بتوعك يقدروا يعملوا شير بعد كده. طيب، قلت بعد كده العروض اللي بوقت، بتقدر تحط اوفرز ممكن لمدة ساعتين، ممكن مدة يومين ثلاثة، عرض معين. مثلا تعمل عرض لو انت ماسك كافيه او مطعم، عرض البيتزا لمدة اسبوع، بدل ما البيتزا مثلا ب50 هتبقى ب35، هكذا يعني. طيب، ممكن انت بقى تعمل عروض غير اللي انا بقولها دي خالص. الحاجة التالتة، قلت تسأل جمهورك، بس سؤال سهل، يكون سؤال سهل عشان يبقى في تفاعل ويقدروا يردوا عليه، ما اجيش اسال جمهوري سؤال صعب. في نوع من المحتوى اللي هو كمل مكان النقط، مثلا بتديهم لو معاك 1,000,000 جنيه هتعمل بيهم ايه او هتكون في ايه. بس لو انت مثلا بتتكلم او مجالك بيزنس، فانت لازم يكون سؤالك اللي هو اكمل النقط ده يكون ليه علاقة بالكارير اللي انت اللي شغال فيه او الصفحة اللي انت ماسكها. طيب، في برضو استطلاعات الرأي. لو انت مثلا براند بيبيع كتب، فممكن تخيره ما بين كتابين، انهي الافضل وايه اللي انت عايزين عليه عرض مثلا. استطلاعات الرأي مهمة جدا. في حاجات برضو تاني، انك ممكن تاخد لقطات لمكانك وموظفين الشركة وتنزلها على السوشيال ميديا برضو. طيب، ثاني كده، في حاجة من اللي أنا قلتها أعيدها مرة تانية أو مش مفهومة، إنك ممكن تستغلها إزاي؟ تمام. في برضو نوع المسابقات، ممكن تعمل مسابقة ليها شروط أو الحاجات اللي فيها تخمين أو الكلام اللي زي كده. تقدر تشارك إحصائيات مهمة. ممكن تقول لهم برضو قصة طويلة ليها علاقة بالمجال اللي انت شغال فيه، تحكي لهم قصة قديمة. بوست الويك اند تاخد بالك منه، بوست الويك اند، انك انت كل ما اجازة اسبوعية بيكون ليك بوست، ومعود الجمهور بتاعك انك انت تنزل لهم بوست في الاجازة، زي مثلا كرياتوفا عاملة اللي هو نشرة أخبار كرياتوفا
يوم الجمعة أكيد عارفينها. طبعا في نوع انك هتصور منتجك بقى، المنتج بتاعك بشكل ابداعي كرياتيف، وبعد كده لو انت هتنزل بوست سيل، يعني حاجة ليها علاقة بالسيلز يعني ومبيعات، هتستخدم نموذج ال AIDA ده. طبعا لو عملت عليه سيرش هتعرف هو ايه نظامه، اللي هو بيخلق الاهتمام والرغبة العميل ان هو يشتري المنتج، فانت لازم تركز على النموذج ده. بوستات السيلز بتتحط في البيج مع البوستات اللي انا اتكلمت عليها دي، بس ما تبقاش الصفحة كلها سيلز، يعني ما تبقاش كلها بيع، هتلاقي مفيش حد هيرضى يتابعك او مفيش كده انت فاليو بتقدمها له. فمش حاول تخلي ان البوستات بتاعت السيلز مش كتيرة. طيب في برضو ستاربكس بتنزل صور زي أشعة الشمس وكده، صور مع الأصحاب وهم ماسكين الكوفي بتاعتهم، دي حاجة ملهاش علاقة بالمنتج خالص، هو بس بتشجع بقى الرغبة على حاجة معينة، يعني صور ملهاش أي علاقة أصلا بالمنتج. ممكن تنزل حاجة زي كده، تمام، حاجة كده لو دخلته على اكونت ستاربكس على انستجرام او على فيسبوك هتشوفوا الكلام اللي انا بقول لكم عليه. طيب ممكن برضو لقطات المنتج ورا الكواليس ممكن تصورها وتنزلها العميل ويشوف الحاجة بتتعمل ازاي. ممكن تنزل كونتنت تطلب منهم الفيدباك. الناس جايبة ورقة وقلم عشان هما كتار، جايبين ورقة وقلم معاكم. طيب قلت ايه؟ لقطات المنتج ورا الكواليس دي قلتها. هتطلب منهم فيدباك على المنتج بعد ما تنزله، زي لما كانت عملت اللي هو الدوناتس ده، قامت منزلة طالبة فيدباك بعد البوست بتاع اللي هم قالوا عملنا اختراع وكده. طيب ممكن تنزل لهم بوست تحفيزي، اتكلمت عن الموضوع ده في الأول. طيب خش على جميل، في حد عايز استفسار على اللي انا حكيت فيه؟ طبعا انت الحاجات اللي انا بقولها انت هتطلع بقى عليها بقى مثال يخدم الصفحة اللي انت ماسكها. هنيجي جزئية الفيديوهات. ممكن تعمل انترفيو مع حد قوي في مجاله مثلا، الانترفيو ده تنزله على البيج، الاودينس بتوعك يستفيد منه. او ممكن تعمل فيديوهات شبيهة بفيديوهات تيدكس، اللي هي في واحد سبيكر بيطلع ويتكلم بيتكلم عن موضوع معين، بدأ تعمل بيزنس تعمل الموضوع ده، هو مستر محمد بس كل شوية يطلع مثلا يتكلم عن حاجة معينة في التأثير كده. فانت ممكن تاخده اعمل بيزنس كمثال للموضوع ده. سوري اللايف فيه مشكلة ولا تمام؟ طيب اللايف شغالة يا جماعة ولا؟ اتكلمت عن موضوع الفيديوز، طبعا هتبقى محتاج براحتك اي برنامج مونتاج تعمل بيه الفيديوز دي، او البرامج اللي هي العادية تقدر تنزلها. نيجي لموضوع المحتوى اللي هو من نوع الجي اي اف. الجي اي اف انت بتقدر تعمله من جي اي اف ميكر، ممكن شوية اسئلة تحطها في الجي اي اف ميكر او الالعاب او الكلام اللي زي كده، بتبقى الموضوع ده سهل انك تعمله، او يبقى فيه اسئلة بتتحرك بقى من جيف ميكر او كده. طيب في البريكنج نيوز اللي هو الاخبار العاجلة، ودي اللي بتنزل على طول. البريكنج نيوز دي اللي هي ايه؟ اخبار عاجلة انت بتنزلها بتوري الناس انك انت متابع
الحاجات الجديدة والترندات والكلام اللي زي كده، فالموضوع ده برضو مهم. في برضو ممكن تشاركهم resource، مصدر مجاني free resource زي تمبلت معين انت عامله، يعني كان سكول اوف ماركتنج بتعمل الموضوع ده، في تمبلتس كتير كان بتعملها زي ازاي تجدول، ازاي تعمل كومباتيتور اناليسيز او الكلام ده كله، تنزلها بشكل فري، والموضوع ده بيخليك بعد كده انت كسوت ليدر او كقائد بالنسبة للاودينس بتوعك. طيب في برضو في ناس بتنزل مصادر مجانية زي ادوات، يعني هتلاقي زي هوب سبوت او الصفحات اللي زي كده او ليتر، كل دول براندات مثلا عاملة تولز، بتلاقي بتعمل بروموت للتولز دي او ساعات بتقدمها كفري. فانت بقى شوف ايه الريسورس اللي عندك، ايه المصدر اللي عندك اللي انت تقدر تقدمه بشكل مجاني. طيب ممكن تشاركهم برضو الكتب اللي انت قريتها، او بالظبط ممكن تشاركهم بقى الكتب اللي انت قريتها او تشاركهم كتب PDF. نيجي نتكلم برضو عن نوع المحتوى اللايف، اللايف فيديو تريننج، ممكن تطلع لهم من على البيج، او انت مثلا هدي مثال مركز كورسات، ممكن تطلع لهم انستراكتور كل مرة فوتوشوب او انستراكتور في الكورسز الانجينيرينج الخاصة بالهندسة وكده، يطلع مثلا يكلمهم ويعلم الاودينس حاجة او يعلمهم سر معين في المجال ده، هي برضو من الحاجات اللي هتخلي الفيديو فايرال ويتعرف. يعني موضوع اللايف فيديو تريننج انك بيطلع تعلمهم حاجة. طيب في الاي بوك اتكلمت عنها دي، انت بقى ده من اقوى انواع المحتوى اللي انت ممكن تنزلها، اللي ما فيش حد مستغله كتير الموضوع ده، ما فيش براند عربي بلاقيه عامل اي بوك كتير، ما فيش. يعني think كان في اكاديمية حاسوب، كان في سكول اوف ماركتنج نزلها كام كتاب فري اي بوك. الكتب الالكترونية بتأثيرها كبير جدا، اكتر من المحتويات عن اي محتوى تاني، هي الاي بوكس. انت ممكن انت بقى كبراند تشوف حد ان هو يكتب لك الاي بوك ده، تشوف حد متخصص وتنزل اي بوك ده للاودينس بتوعك. طيب في محتوى جميل جدا بيبقى اللي يخلي العملاء يحبوك، المحتوى اللي فيه مفاجأة، بتنزل لهم كده. طب نرجع تاني الاي بوك محمود، الاي بوك ده كتاب الكتروني مثلا بتكتب لهم في موضوع معين، يعني ممكن مثلا لو انت شركة تسويق اكتب لهم ازاي تزود التفاعل على الفيسبوك، كتاب مثلا بيشرح ازاي الموضوع ده. طيب بالنسبة للمحتوى اللي فيه مفاجأة، ارجع له تاني، انك بتقول لهم بتفاجئ الاودينس بتوعك بمفاجأة، دي حاجة بتخليهم ان هم يحبوه. المحتوى اللي بيعلم سر معين، والمحتوى اللي فيه هاو تو عموما، اللي هو بيعلم ازاي تعمل كذا، ازاي تربط الكرافات في 5 ثواني، ازاي اي محتوى فيه ازاي بتعلم، ده برضو من المحتويات المهمة جدا. طيب هل الموضوع ده تمام؟ في نوع محتوى تاني انك تعمل بول، اللي هو تصويت، انك انت بتعمل تصويت على حاجة معينة، دي بقت موجودة في البيج وموجودة في البروفايل. حاجة برضو أخيرة في موضوع الايديا والافكار، انك انت تشوف الترندات المعينة المناسبة لمجالك وممكن تنزل عليها. وفي تول للموضوع ده اللي هي جوجل ترند، جوجل ترند بتوريك الترندز اللي موجودة. يعني انا خدت فترة كنت ماسك كافيه، فعرفت ان يوم القهوة الدولي كان موافق يوم 21 اكتوبر او حاجة زي كده، من خلال جوجل ترند،
وقدرت اعمل اوفر اليوم ده ان في كوفي مجاني، اللي هو القهوة التركية تبقى مجاني اليوم ده، فكان ساعدني ان انا انزل محتوى الموضوع ده وان انا اجذب عملاء جداد يجوا للكافيه والكلام اللي زي كده. طيب في برضو البودكاست والحاجات الصوتية، بتعمل محتوى صوتي، المحتوى الصوتي بيبقى فيه نصايح، فيه حاجة بتعلمهم، فيه كلام زي كده. طيب الموضوع الفيجوال، انك تفيجوال الكونتنت بتاعك، انك تخليه بصورة مرئية، في تولز ممكن بتستخدمها لو انت مش معاك حد جرافيك ديزاينر شغال بي اس او اي اي اللي هو فوتوشوب او الستريتور، ممكن انك انت تشتغل على كانفا او بيكتو تشارت. دي تولز برضو هتساعدك انك تقدر تعمل كوت، تقدر تعمل بيها انفوجرافيك. في محتوى الانفوجرافيك ده برضو مهم، او بيبقى اكتر من حاجة جميل جدا. في اكتر براند شغال على الانفوجرافيك، سمارت انسايت، عندها حاجات في المجال بتاعنا عموما كانفوجرافيك لذيذة جدا. وهتلاقي بينترست لو عايز تشوف حاجات انفوجرافيك وتتعلم ازاي تعمل حاجات زيها، ادخل على بينترست، ده برضو بلاتفورم مهمة جدا. تمام. طيب يا رب اكون افدتكم باللايف ده، وبإذن الله يعني مش بيكون في حاجة جديدة الأسبوع الجاي إن أنا أكلم أستاذ عبد الرحمن فيها وأطلع لكم حاجة، أكلم لكم عن الكونتنت في حاجة جديدة. تمام. شكرا ليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا النهاردة. يا ريت بقى أعرف بقى المعلومات دي لغيرك والدنيا دي. السلام عليكم.